بقول لحضرتك يا دكتور، انا عايز اعرف الدوالي دي بتبقى عباره عن ايه وبتطلع فين بالظبط حلو وبتمنع الحمل ولا لا؟ حلو قوي السؤال ده يا فادي. الدوالي. الدوالي تمام. طيب دي كنت عايز اعرف هي بتبقى عباره عن ايه وبتطلع فين وبتمنع الحمل ولا لا؟ بتمنع الحمل ولا لا؟ استنى ما تجاوبش بقى. ما تجاوبش عليه غير لما تسالني سؤال. انا قصدك على دوالي الساقين يعني، او الدوالي اللي هي بتبقى في الرجل اللي ولا بتبقى في الرجل. اللي بتبقى في، بص، بتبقى فوق كده، فوق الركبه. عشان بس الدوالي اللي بتمنع الحمل دي بتبقى خاصه بالرجاله يعني، مش بالنسبه للسيدات. ما تجيش للستات يا فادي. لا لا لا، ماشي، هرد على حضرتك. خلاص مش متشكره قوي. اهلا بيك. شكرا شكرا ليكي. شكرا طيب. ليكي يا ست الكل. هي بس واضح ان عندها خلط في المعلومه. طيب. الدوالي اللي هي بتمنع الحمل اللي هي دوالي الخصيه اللي هي بتبقى مرتبطه بالرجاله، بتبقى مشكله، بتعمل اعاقه في الانجاب او مشاكل في الانجاب، وطبعا دلوقتي مع الطب الحديث بقت بتتعالج سواء بادويه او بجراحات مخصوصه مع دكاتره الذكوره. دي جزئيه، لكن الجزئيه الثانيه بتاعت دوالي الساقين ده بيبقى ضعف في جدار الاوعيه الدمويه اللي موجوده في الرجل. طبعا ليها مسببات كثيره، ليها علاقه بالوراثه، ليها علاقه بالوقوف لفترات طويله، ليها علاقه بزياده الوزن، لان الوزن لما بيكون زياده خصوصا في الجزء التحتاني او في الرجلين، الاوعيه الدمويه بيبقى مضغوط عليها من الدهون اللي موجوده حواليها، فما بيحصلش تدفق للدم بصوره كويسه، فبتبتدي تظهر الدوالي دي. ده علاجها بيكون مع دكاتره الاوعيه الدمويه سواء باجراءات جراحيه او بادويه. بس لو ابتدت تسبب سخونه في الرجلين او ابتدت تسبب الم شديد لوحده، الموضوع لازم يتاخد بحذر، ما يبقاش مجرد شرابه يتلبس، لان ممكن يحصل انسدادات في الاوعيه الدمويه.